في خطوة جاءت ضمن احتفالات الشرطة بعيدها القومي، رفع السباح الشاب محمد الحسيني العلم المصري على ضفاف نهر النيل، حيث أقامت شرطة المسطحات المائية استعراضات فنية بحضور عدد من قيادات الشرطة والمجلس القومي لشؤون الإعاقة. النهاردة يمكن احنا عملنا عدة عروض مميزة، يمكن كان من أبرز العروض اللي قمنا بيها اللي هو كان العرض مشاركة السباحين المصريين في العرض معانا، وزي ما حضراتكم شفتوا الكابتن محمد الحسيني من رجال تحدي الإرادة استطاع اللي هو يفرد علم في المية بطول 5 كيلو متر. بنهني محمد الحقيقة بمناسبة يعني قيامه بهذه المحاولة، والحقيقة من حسن الطلع انه يتواكب ده مع الاحتفال بعيد الشرطة وفرد العلم المصري على نهر النيل. محمد الحسيني صاحب 17 عاما، سباح مصري من ذوي إعاقة متلازمة داون، استطاع أن يسجل محاولة لعبور المانش في سبتمبر الماضي إلى جانب المشاركة في العديد من البطولات الدولية والعالمية. هي البداية الفكرة بتاعت النهاردة كان محمد، لما أنا تلقيت من كام شهر كده مكالمة من مكتب وزير الداخلية إن هو عايز يكرم محمد، إن وزارة الداخلية عايز تكرم محمد الحسيني. محمد بيموت بيفرح جدا من اللبس الميري، فرحان جدا باللبس الميري، فرحان بالظباط، عنده ولا غير طبيعي للظباط لعلم مصر. رسالة تقدير وحب وجهها السباح محمد الحسيني لرجال الشرطة في عيدها، تكريما لهم وتقديرا لمجهوداتهم.